رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. ونسألك يا مولانا من فضلك العظيم وفيضك العميم ورحمتك الواسعة أن تعلمنا علما نصير به كاملين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل منها، فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وكن لنا ولا تكن علينا. ألف يا مولانا بين قلوبنا، واجمعنا على طاعتك في كل أمورنا، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، إنك يا مولانا نعم المولى وأنت نعم النصير. آمين آمين آمين. وبعد، فبتوفيق الله وعونه ومنه وفضله وإمداده نواصل درسنا من كلام شيخ وقته ابن هشام رحمه الله في كتابيه مطالع السرور، الجامع بين القطر والشذور، فالكتابان القطر والشذور، والذي جمع بينهما هو شيخنا محمد محي الدين عبد الحميد. شيخنا محي الدين كان عالما موفقا لا يشق له غبار، كان مقدما على كل العلماء في عصره، في اللغة كان إماما، وفي الشريعة كان فقيها، وفي الأصول كان من أوائل أهل الأصول رضي الله عنه. حينما جلست معه رأيت هذه المعاني مجسدة فيه، يعامل الطلاب معاملة الوالد الرحيم لأبنائه، وإذا جلس مع العلماء رأيناه في مقدمة أهل العلم. قراءاته على الدوام لا تنقطع، كان عميدا لكلية اللغة، ولكن كان مكتبه ممتلئا بكل المراجع، ويدفن رأسه بين المراجع، ويدير الكلية بالإشارة، يعني إذا جاءه واحد قال له كذا 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 يقول افعل كذا. شيخنا أبو موسى مرة قال، دخلت عليه مرة قلت له عبارة قرأتها فلم أفهمها، قال ماذا؟ قال قلت له العبارة كذا، قال يا ولد يا ابن أبا موسى اصعد للمكتبة وهات الكتاب الفلاني في الجزء الفلاني في الصفحة كذا، الجواب هناك، مع السلامة. يا سلام، يعني العلماء يتناقصون، وكل واحد يسقط لا نرى في مكانه عالما على ما كان. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. على كل حال يكفينا
أننا نحبهم. هذا ما قاله الذين كانوا يسمعون لشيخنا الجعفري وأنا كنت معه. قال إن الله عز وجل أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة للعابد ادخل الجنة. قال لأن العابد صنع لنفسه ولم يصنع لغيره، أمسك بالمسبحة وأخذ يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يذكر الله على الدوام حتى أتاه اليقين. ماذا يريد؟ الجنة، مع السلامة ادخل الجنة. قال ويقال للعالم قف على باب الجنة واشفع في من علمتهم وفي من أحببتهم وفي من يحبونك. يا سلام. يعني ثلاثة ألوان: طلاب، محبون، وهناك من أحب من غير أن يرى الشيخ. فالذين كانوا في الأزهر قاموا جميعا: يا سيدنا الشيخ، كلنا نحبك سواء فهمنا العلم أو لم نفهم. طبعا يعني أخذوا الباب الواسع، نحن نحبك سواء كنا طلاب علم أو لسنا طلاب علم. فالشيخ قال لو أعطاني الله هذه الدرجة لآخذكم جميعا معي إلى الجنة إن شاء الله. نسأل الله أن نكون كذلك من ورائهم ومعهم رضي الله عنهم. نعم، وكذلك نسأل الله أن نكون معا في الآخرة كما كنا في الدنيا. قد وصلنا في هذا الكتاب إلى المسألة الثانية. هذا في اسم لا التي لنفي الجنس. ونحن يعني درسنا من قبل أن لا التي لنفي الجنس دائما من ناحية المعنى تنفي الجنس كله. لا رجل في الدار يعني جنس الرجال غير موجودين في هذا المكان، ولذلك اسمها يكون نكرة. أن النكرات بعد النفي تعم، النكرة بعد النفي إيه؟ تعم. طيب، هناك مسألة سيتكلم فيها إذا تكررت لا، وهذا وارد في كلام العرب وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. ولذلك سيتكلم في المسألة الثانية أن لا مع اسمها إذا تكرر لا حول ثم كرر وقال ولا قوة، يعني كرر لا مع اسمها. فماذا نرى؟ نقرأ كلام شيخنا. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم شيخنا في الدارين آمين آمين. المسألة الثانية أن لا واسمها إذا تكرر نحو لا حول ولا قوة إلا بالله، جاز لك في جملة التركيب خمسة أوجه. أولا المعنى هو الذي يكون سلما لضبط المبنى، دائما المعنى سلم لضبط المبنى. معنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول من حال إلى حال، ولا حركة من مكان إلى مكان، ولا قوة على فعل شيء، ولا على الحركة في شيء
إلا بالله رب العالمين. وهذا فيه قصر، يعني قصر التحول وقصر القوة على أي شيء على أنها بالله رب العالمين. فما كان من الله فلن تستطيع أن تتحول عنه، ومهما فكرت في نفسك فإن الله هو الفعال. ولذلك قال سبحانه في الحديث القدسي، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول: عبدي أنت تريد وأنا أريد، وأنا أفعل ما أريد. لم يقل وأنت تفعل ما تريد، لما قال وأنا على وجه الاختصاص أيضا أفعل ما أريد. ماذا نفعل يا رب؟ قال: فإن سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد. ما شاء الله، كفاية. سلم تسلم، فإن سلمت لي فيما أريد ماذا؟ كفيتك ما تريد. طيب، وإذا صنعت صنيعة شباب اليوم وقلت أنا عندي فلان وأنا معي كذا وأنا لي وأنا علي، نقول له: وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا ما أريد. أتعبتك فيما تريد ولا يكون إلا إيه؟ ما أريد. هذا كله يدور في فلك لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المعنى يعطيك إشارة إلى إعراب المبنى. قالوا: جاز لك في جملة التركيب خمسة أوجه. تفضل يا سيدي. وذلك لأنه يجوز في الاسم الأول وجهان: الفتح والرفع. يعني لا حول ولا حول، فتح ورفع. نعم. فإن فتحته جاز لك في الثاني ثلاثة أوجه: الفتح والرفع والنصب. يعني لا حول ولا قوة على فتح الجزئين، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. إذن الفتح في الأول يعطيك إشارة إلى أن الثاني وهو ولا قوة فيها ثلاثة أوجه، فيها إيه؟ الفتح، وفيها الرفع، وفيها النصب، ومع الرفع يكون التنوين: ولا حول، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة. نعم. مثال الفتح قوله تعالى: الفتح قوله تعالى: لا لغو فيها ولا تأثيم. هذه قراءة. نعم. ومثال الرفع قول الشاعر: هذا لعمركم الصغار بعينه، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. يا سلام، من هذا الشاعر؟ همام ابن مرة أو ضمرة ابن ضمرة، وقيل لغيرهما. طيب، هذا لعمركم الصغار بعينه، الصغار يعني المذلة، صغار بفتح الصاد يعني المذلة، كأنه قرر لأهله والذين يسمعون من قبيلته، لأن هذا الفعل الذي فعل هذا يؤدي إلى المذلة وإلى الصغار،
لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، يعني أنا لا أفعل هذا أبدا، وإلا أدعو الله علي بأن أكون بلا أب ولا أم. لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، هذا هو المعنى، هذا الشاهد. الشاهد فيه قوله لا أم لي ولا أب، حيث عطف قوله أب على ما قبله بالواو مع تكرار لا، وجاء بالاسم الأول مبنيا على الفتح على أن لا التي دخلت عليه عاملة عمل إن. ما هو لا التي النفي الجنس تعمل عمل ايه؟ عمل إن، عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، هكذا قال ابن مالك رحمه الله. نعم. وبالثاني مرفوعا، وهذا المرفوع إما أن يجعل معطوفا بالواو على محل لا مع اسمها عطف مفرد على مفرد. يعني هذا كلام سيبويه، أن لا مع اسمها تكون في محل رفع مبتدأ، يبقى ولا أب معطوف على محل لا مع اسمه. نعم. ومحلهما رفع بالابتداء، وإما أن يجعل اسما للا الثانية على أنها عاملة العمل ليس. ولا أب على أن لا تعمل عمل ليس، وليس ماذا تعمل؟ ترفع وتنصب. يبقى لا النافية التي تعمل عمل ليس ترفع ما بعدها على أنه اسم له، والخبر يقدر. نعم. وإما أن يجعل مبتدأ ولا التي قبله مهملة غير عاملة أصلا. هذا كله يجوز في الإعراب، يجوز أن تجعل لا مهملة ولا عمل لها، وأب مبتدأ. نعم. وعلى الوجهين الثاني والثالث تكون الواو قد عطفت جملة على جملة، عطفت قد عطفت جملة على جملة، فهذه ثلاثة أوجه يخرج عليها، يخرج عليها رفع الاسم الواقع بعد لا الثانية إذا كان الاسم الواقع بعد لا الأولى مفتوحا. لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. نعم، هذا كله إذا كانت لا الأولى ما بعدها منصوب، لا أم لي إن كان ذاك ولا أب، هذا ما قاله الشاعر. ويجوز في غير كلام الشاعر أن تقول ولا أبا، ومع النصب الفتحة تكون التنوين ولا أبا ولا أب. نعم يا سيدي. ومثال النصب فوق الآخر، لا نسب اليوم، لا نسب اليوم، لا نسب اليوم ولا خلة. نعم. اتسع الخرق على الراقع، لا نسب اليوم ولا خلة، هذا نصب، ومع النصب يكون التنوين. لا نسب اليوم، هذه الاء الاولى، وما بعدها مفتوح مبني على الفتح في محل نصب، ولا خلة على ان خلة معطوفة على ماذا؟ لا على لفظ نسب، وانما على هي مبنية على الفتح في محل نصب، إذن العطف على المحل وليس على اللفظ. نعم. لا نسب اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع، كلام هذا لأنس بن العباس بن مرداس، خلة يعني الصداقة. اقرأ المعنى كده. المعنى يقول إنه لا ينفع فيما جرى بيننا من أسباب القطيعة نسب ولا صداقة،
لأن الخط قد تفاقم حتى صعب ربه. نعم والله، يعني هذا البيت يصلح أن يكون في الموعظة في يوم القيامة، لا نسب اليوم ولا خلة، لا نسب اليوم ولا خلة، اتسع الخرق على الراقع. هذا فيه تمثيل، يعني أنت في يوم القيامة لا أحد يساعدك على ما أنت فيه. لماذا؟ كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. وعلى هذا يعني يجوز نجعل هذا البيت عظة لما سيكون عليه الناس يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم يا سيدي، هذا مثال النصب. إذن لو فتحت الأول جاز لك بالثاني الفتح بلا تنوين، والرفع والنصب مع التنوين. وأما إذا رفعت الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان، الفتح والرفع، الفتح بناء والرفع إعرابا، لكن لا يكون النصب، يعني لا يكون النصب مع التنوين، وإنما يكون الفتح فقط بناء. ولا الضم يا سيدي؟ ما هو لا، ولا الضم، وإنما هو الفتح والرفع فقط. نعم. وإن رفعت الاسم الأول جاز لك في الاسم الثاني وجهان، الفتح والرفع. فالأول كقوله في هذا البيت فلا لغو ولا تأثيم فيها، وما فاه به أبدا تقيم. هذا البيت لأنس، لمن؟ أمية بن أبي الصلت. أقرأ كده، هذا بيت ملفق من بيتين. أمية بن أبي الصلت. هذا لم يؤمن، لم يؤمن يا سيدي، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه كان يظن أن الرسالة ستأتي له. يا سلام، كان يمهد نفسه للرسالة. يا سلام، هو واحد من قرأنا في هذا المكان أن واحدا أيضا من يعني الذين لهم مثل هذا المعنى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أريد أن أؤمن بك، ولكن بشرط أن تكون الرسالة من بعدك لي. فقال أنا رسول الله ولست رسولا من عند نفسي حتى أعطيك الرسالة، أنا رسول الله. قال طيب، لك الحضر ولي الوبر. قال إن الأرض لله يورثها من يشاء. فكان معه واحد جاء به ومعه سيف، قال إن أشرت عليك فاقتل محمدا، فأشار إليه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة جالسون وسيدنا عمر موجود وسيدنا عثمان، فلما أشار إليه بطرف عينه الرجل أخرج السيف فخرج على قدر الشبر، ثم توقف السيف عن الخروج. فلما توقف السيف عن الخروج الرجل خاف أن يقتل من أي واحد من الصحابة، فخرج
ولما خرج من المسجد اشتعلت فيه النيران، لأن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يعصمك من الناس. الله عز وجل إذا قال فقوله حق. وأما هذا الرجل فإنه خرج من المسجد يجري، أنه رأى صاحبه اشتعلت فيه النار، فلما خرج ضرب عليه عرق فيه وأخذ ينتفخ، وكلما جرى زاد الانتفاخ، فظل يجري إلى أن خرج من بيوت المدينة ورأى خيمة لامرأة عجوز، فدخل الخيمة وارتمى فيها وأخذ يتأوه ويتألم حتى فاضت روحه، وهو يقول: أموت عند امرأة عجوز؟ هذا الذي كان يريد أن يكون رسولا. يا سلام. نعم، هات يا سيدي البيت ملفق من بيتين هما. وصواب الإنشاد هكذا: فلا لغو ولا تأثيم فيها، ولا حيل ولا فيها مريم. يا سلام. وفيها لحم ساهرة ساهرة وبحر، وما فاه به أبدا مقيم. يا سلام. هذا الكلام يعني من كلام أمية، يعني كلام يدل على أنه كان يفهم أن هناك آخرة، وأنه لا بد للإنسان في هذه الدار وهي الآخرة من أن يكون فيما كان منه في دنياه. إن كان صالحا فله الجنة، لا لغو فيها ولا تأثيم، وكل ما قاله في حياته سيكون له أو عليه في الآخرة، إلا أنه في النهاية لم يؤمن، نعوذ بالله مما يغضب الله. سيدنا النبي يحب أن يسمع شعر سيدنا الحديث مسلم أصحاب لم الشريف، ركب وراء سيدنا النبي وقال: أسمعني شعر أمية. وكلما قال بيتا قال هي، حتى سمع 100 قافية. يا سلام، صلى الله عليه وسلم. فضل يا سيدي. والثاني إن رفعت الأول جاز لك بالثاني وجهان، الفتح والرفع. فالأول الفتح: فلا لغو ولا تأثيم. إذن لا نافية تعمل عمل ليس لغو، ده اسمه، ولا تأثيم هذا معطوف على ما سبق، لأن لا مع اسمها محل رفع بالابتداء، أو تقول لا نافية للجنس، وتأثيم يكون اسمها مبني على الفتح في محل نصب. اقرأ كده الشاهد. الشاهد فيه قوله: فلا لغو ولا تأثيم، حيث رفع الاسم الواقع بعد لا الأولى على أنها مهملة، وفتح الاسم بعد لا الثانية على أنها نافية للجنس، عاملة عمل إن على ما أوضحناه لك في الإعراب. ما شاء الله، هذا كله في الوجه الأول. الوجه الثاني: والثاني كقوله تعالى: لا بيع فيه ولا خلة. لا بيع فيه ولا خلة، في قراءة من رفعهما. ولا يجوز لك إذا رفعت الأول أن تنسب الثانية. إذا رفعت الأول ليس لك إلا النصب في الثاني أو الرفع، لكن إذا رفعت الأول جاز لك في الاسم الثاني الفتح أو الرفع، طبعا الرفع مع التنوين. وقال: ولا يجوز أن تنصب الثاني، لأن الأول طالما رفع إذن الثاني لا يجوز فيه إلا الفتح والرفع. تفضل يا سيدي. ثم قلت أو الكسر.
أو الكسر وهو خمسة، وهو خمسة. الكسر يعني البناء على الكسر. الكسر له خمسة ألوان. اللون الأول العلم المختوم بويهي. وهو خمسة: العلم المختوم بويه كسيبويه، والجلمي يجيز منع صرفه. وفعالي للأمر. وفعال للأمر كلازال ودراكي، وبنو أسد تفتحه. وفعال سبا للمؤنث. سبا للمؤنث كفساقي. كفساق وخباث. فساقي وخباسي، هذا سب للمؤنث. هذا كله في المتن، سيأتي الشرح إن شاء الله. نعم. ويختص هذا بالنداء، وينقص هو ونحوه مازالي من كل فعل ثلاثي تام. وفعالي علما لمؤنث كحزام في لغة أهل الحجاز. وكذلك أمسى عندهم إذا أريد به معين، وأكثر بني تميم يوافقهم في نحو سفاري وواباري متفق. وفي أمس في الجر والنصب، ويمنع الصرف في الباقي. هذا كله في المتن، وأقول يعني شرحا. وأقول: الباب الخامس من المبنيات ما لازم البناء على الكسر. ما لازم البناء وهو خمسة أنواع: النوع الأول العلم المختوم بويه كسبويه وعمرويه ودفويه هويه هويه ونحو ذلك، فليس فيهن إلا الكسر، وهو قول سبويه والجمهور. وزعم أبو عمرو الجرمي أنه يجوز فيهن ذلك الإعراب، إعراب ما لا ينصرف. يعني هذا العلم المختوم بويه يبنى على الكسر، سيبويه، عمرويه، نفطويه، راهويه، ليس فيها إلا الكسر. يعني إذا قلت جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه، كل ذلك مبني على الكسر في محل رفع، في محل نصب، وفي محل جر. هذا هو قول سيبويه والجمهور. لكن الجرمي ومن رأى رأيه قال يجوز في هذه الكلمات الإعراب، ويعرب إعراب ما لا ينصرف، يعني يرفع بالضمة وينصب ويجر بالإيه؟ الفتحة. هذا سيبويه، ورأيت سيبويها، ومررت بسيبويها. ده كلام يبدو أنه رأي لكنه ليس له سند. نعم، هذا هو النوع الأول المختوم بويه، وهو من الأنواع التي تبنى على الكسر. النوع الثاني. النوع الثاني. الجرمي ممكن يكون يعني استثنى الكسر، يعني رفقا بالشيخ، ومش عايز يكسر، يبقى ضم وفتح بس من باب الاحترام للشيخ، يعني مش عايزين الكسر. ده كلام يعني من باب الادب مع الشيخ يعني. ده يبقى نحو القلوب. نعم يا سيدي. النوع الثاني: ما كان اسما للفعل وهو على وزن فعال. اسم فعل معروف أن اسم الفعل ظاهره اسم، ولكنه يعمل عمل الفعل، ولذلك هو يعرب من ناحية الاسم مبتدأ، ومن ناحية معناه على أنه فعل.
إذن باعتباره فعلا يحتاج إلى فاعل، وباعتباره اسما يكون مبتدأ ويحتاج إلى خبر، ويبقى الفاعل يسد مسد الخبر. نعم. وهو على وزن فعالي، وذلك مثل مازال بمعنى انزل، ودراك بمعنى ادرك، ودراك بمعنى اترك، وحذار بمعنى احذر. وقال الشاعر: حذاري من أراك من ارماحنا. حذاري. هذا من كلام ابن النجم. نعم، الشاهد فيه قوله حذاري. الشاهد فيه قوله حذاري في الموضعين، حيث بنى من مصدر الفعل الثلاثي التام الذي هو حذر يحذر. اسما على وزن فعالي بفتح الفاء والعين، واستعمله بمعنى فعل الامر الذي هو احذر، وبناه على الكسر. قال الأعلم: الشاهد في قوله حذار وهو اسم لفعل الأمر الواقع موقعه، وكان حقه السكون، لأن فعل الأمر ساكن، إلا أنه حرك لالتقاء الساكنين، وخص بالكسر لأنه اسم مؤنث، والكسرة والياء مما يخص به المؤنث، كقولك: أنت تذهبين ونحوه. نعم، انتهى كلامه. حذاري من أرماحنا حذاري. نعم، وقول الآخر. وقال الآخر: تراكها من إبل تراكها. تراكها من إبل تراكها، يعني اتركها. نظاري كي أركبها نظاري، يعني انظر أنا سأركبها. نعم. اقرأ من تحت كده من كلام الشيخ. نعم، هذا الشاهد من شواهد سيبويه: تراكي من إبل تراكها، من شواهد سيبويه، ولم ينسبه ولا نسبه الأعلم. تراكها من إبل تراكها، أما ترى الموتى لدى أوراكها، عندك الموت بالضم ولا بالفتح؟ لا بالفتح. هات في أما ترى الموتى لدى أوراكها موجود. طيب، هات الشاهد. الشاهد فيه قوله تراكها في الموضعين، حيث اشتق من مصدر الفعل الثلاثي الذي هو ترك يترك، اسما على زينة فعاله بفتح الفاء والعين، واستعمله بمعنى فعل الأمر وبناه على الكسر. قال الأعلم: الشاهد فيه وضع تراكها موضع تركها، وهو اسم لفعل الأمر، ووجب له البناء على الكسر لأنه مبني، وكان حقه السكون، وكسر لالتقاء الساكنين، وخص بالكسر لأنه مؤنث، والكسر يختص به المؤنث. انتهى كلامه. نعم، ومثل هذا في المكتوبة أما ترى الموت لذا، هل ما فيش أي وجه مثلا فيش فصل بين أما ترى، فكأنه قال ماذا أرى، قال الموت لك، أنا جملة منفصلة جديدة يعني، المبتدا والخبر في محل. اما ترى انت يعني. طب نشوف كده ال لا نشوف كده الاعراب ال ها في بقيه الشاهد. لا
ها نعم. في هنا موجود في الإعراب مفعول به لترى. آه، أما ترى موتى، الموت مفعول به. نعم، لكن ليس له وجه في الرفع. يا الشيخ بقى ما شاء الله يعني. في تصريح كلمة لا، ما هو أصل يعني مهما كان الطابع ليس بعالم، وإنما هو عامل. ربما يعني كتبت الفتحة قال يعني لو عملناه ضم ماذا يكون؟ مش هيخسر حاجة. الأمر عنده سهل. 99% يعني. نعم. وما أحسن قول بعضهم: هي الدنيا تكون باليد فيها حذاري حذاري من بطش وفكي، فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هذا شاهد من شواهد البلاغة، لأنه وضع المضمر في موضع المظهر، لم يقل الدنيا هي التي تقول بملء فيها، لما قال هي، وضع المضمر في موضع المظهر. لماذا؟ لأنه أراد أن يهيئ المخاطب لما سيأتي من كلام، لأن المخاطب إذا كان قد رأى كلاما يحتاج إلى بيان فإنه ينتبه، يقول هي ماذا؟ هي امرأة ولا هي أكلة ولا هي يعني ماذا؟ هو هي. ولذلك يعني هذا الضمير يجعل المخاطب يتنبه ويريد أن يعرف المعنى الذي يريده المتكلم، فيقول الدنيا. حينما يقول الدنيا المخاطب ينتبه تماما إلى أن الدنيا تحتاج إلى وقفة، تقول بملء فيها، بملء فمها، حذاري حذاري من بطشي وفتكي. كأن الدنيا تقول لك احذر مما سيكون مني للذين يعيشون، فلا يغرركم مني ابتسام. إذا ابتسمت الدنيا لإنسان فعليه ألا يغتر، فقولي مضحك والفعل إيه؟ مبكي بعد ذلك. نعم نعم وإنما يريد أن يأكل. هذا في التمثيل به، التمثيل به في قوله حذاري حذاري. هو هذا الكلام لمن؟ أبو الفرج الساوي أحد كتاب الصاحب ابن عباد. لا يؤخذ بقوله على أنه شاهد، لأن الشواهد دائما تكون ما بين سنة 200 من الهجرة وما قبل الإسلام ب 150 عاما، ما عدا هذا فإنه لا يستشهد به. فهذا كلام لشاعر كان في أيام أحد الكتاب الصاحب ابن عباد، إذن في أيام أبي الطيب المتنبي، لا يؤخذ بقوله. نعم. التمثيل به في قوله حذاري حذاري، فإن كل واحد منهما اسم فعل أمر بمعنى احذر، وهو مأخوذ من مصدر فعل ثلاثي نام. تام. وهو مأخوذ من مصدر فعل ثلاثي تام، وهو حضر يحذر، وقد بناه على الكسر على نحو ما بيناه في الشواهد السابقة. ولذلك لم يقل وقال الآخر، وإنما قال وما أحسن قول بعضهم، يعني هذا مثال حسن وليس شاهدا، لأنه لا يكون الشاهد إلا من الوقت الذي فيه العربية على أعلى درجاتها، وهذا محدود عند العلماء في اللغة أنه إلى سنة 200 من الهجرة وما قبل نزول القرآن ب 150 عاما. طبعا يأخذون قول الإمام الشافعي لأنه كان قبل 200 رضي الله عنهم وأرضاهم.
نعم يا سيدي. وبنو أسد. وبنو أسد يفتقون فعالي في الأمر بمناسبة الألف والفتحة التي قبلها. هذا يفتحون فعالي، يقولون حذارى. يا سلام. على كل حال يعني دول بنو أسد يفعلون ما يشاءون. طيب يا سيدي. لا اعتراض. النوع الثالث ما كان على فعالي وهو سب للمؤنث، ولا يستعمل هذا النوع إلا في النداء، تقول يا خباث بمعنى يا خبيثة، ويا دفاري بالدار المهملة، ويا دفاري بالدار المهملة بمعنى يا ملتنة، يا ستار، ويا لكاعي بمعنى يا لئيمة. اللكاع التي يعني تقف هنا وتقف هنا لتسمع الناس، ثم تقول فلان قال، فلانة قالت، ولذلك قال لكاع بمعنى لئيمة، أنها تسمع كلام الناس ثم تنقل. نعم. وقد يقول للطب السؤال سيدنا سؤال التدليل، زي ما كان سيدنا النبي بيقول على سيدنا الحسن، أين لقع؟ ده الصغار. التدليل يعني. يعني أنا يقف هنا ويقف هنا. مش عايز. نعم. ومن كلام عمر رضي الله تعالى عنه لبعض الجواري: أتتشبهين بالحرائر يا لكاعي؟ يا سلام، رضي الله عنه وأرضاه. ولا يقال جاءتني لكاع، لكاع، ولا رأيت لكاعا، ولا مررت بلكاعي. فأما قوله أطوف ما أطوف، لا أطوف، أطوف، للتشكيل خطأ. طوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، يعني أذهب في كل مكان أطوف به ثم أعود في نهاية النهار إلى بيتي وامرأتي فيه، يعني يا سلام. من الذي قال هذا الكلام؟ الحطيئة. طب ما هو الحطيئة يعني لسانه طويل. نعم، لذلك يا الشيخ قال وكان بذيء اللسان فحاشا هجاء. طبعا إذا كان هجا نفسه يبقى هذا يكفيه. نعم. ماذا حسن عمر؟ وإلا فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذ. لا، طب هات الشاهد كده. الشاهد فيه قوله لكاعي، فإن حق هذه الكلمة وكل ما كان على وزنها مما هو سب للأنثى ألا يستعمل، أي ألا يستعمل شيء منه إلا في النداء، تقول يا لكاعي ويا دفاري ويا خباث ويا فساقي ويا دنائي. نعم. وما أشبه ذلك. لكن الشاعر استعمل هذه الكلمة في هذا البيت بحسب الظاهر خبرا عن المبتدأ، وذلك ما لم قاعدته لكاع، قاعدته مبتدأ ولكاع خبر. نعم. وذلك ما لم يجري به، ولذلك قال قاعدته لكاع مبني على الكسر في محل رفع. نعم. وذلك ما لم يجري به سند العربي، كلام العربي، ولهذا كان من الناس من زعم أن خبر المبتدأ محذوف، وقوله لكاعي في الواقع منادى بحرف نداء محذوف، وهذا المنادى مع الحرف المحذوف معمول للخبر المحذوف، وتقدير الكلام قعيدته مقول لها يا لكاعي. يا سلام. فهو من باب حذف العامل وإبقاء المعمول، وله نظائر في العربية كثيرة. يعني قاعدته لكاعي على أن لكاعي خبر لهذا المبتدأ، طبعا مبني على الكسر، مبني على الكسر في محل رفع، هذا توجيه. أو نقول إن لكاعي ليست الخبر، وإنما الخبر محذوف والتقدير قع.
قاعدته يقال لها. إذن لكاعي هنا منادى بحرف نداء محذوف تقديره إيه؟ يا لكاعي. نعم. وذلك كخبر المبتدأ المحذوف وجوبا إذا كان المبتدأ قد وقع بعده حال لا يصح أن يكون خبرا، نحو ضربي العبد مسيئا. يعني ضرب العبد إذا كان مسيئا، لا تصلح مسيئا أن تكون خبرا أنها منصوبة. إذا ضرب العبد ثم تقول إذا كان مسيئا، والخبر محذوف. نعم. فاستعملها في غير النداء فضرورة شاذة، ويحتمل أن تقدير قعيدته يقال لها يا لكاعي فيكون جاريا على القياس. نعم. ويجوز قياسا مضطردا. صو فعالي هذا وفعالي السابق، وهو الدال على الأمر مما اجتمع فيه ثلاثة شروط، وهي أن يكون فعلا ثلاثيا تاما، فيبنى من نزالي نزل نزالي، يعني دائما الفعالي يصاغ مما اجتمع فيه شروط ثلاثة. الفعل يشترط فيه أن يكون ثلاثية. نعم. ومن ذهب ذهابي، ومن كتب كتابي، كتابي، يعني أن يكون فعلا وأن يكون ثلاثيا وأن يكون تاما. نزل تقول نزالي، ذهب تقول ذهابي، كتب كتابي. بمعنى انزل واذهب واكتب، ويقال من فسق وفجر وزنى وسرق يا فساقي ويا فجاري ويا زنائي ويا سراقي، بمعنى يا فاسق يا فاجر يا زانية يا سارق. نعم. ولا يجوز بناء شيء منها من نحو اللصوصية. اللصوصية يعني تأخذ من غير الفعل، لا يصح. لأنها لا فعل لها، ولا من نحو دخرج واستخرج وانطلق، لأنها زائد على الثلاثة أحرف، ونحن قلنا فعلا ثلاثيا، فإذا كان رباعيا فإنه لا يجوز. ولا من نحو كان وظن وبات وصار، لأنها ناقصة لا تامة. الشرط بالفعل أن يكون فعلا ثلاثيا تاما. ولم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في قراءة الحسن. لا مساسي لا من سورة طه. هذا في يعني قصة موسى السامري. سيدنا موسى طبعا لما ذهب للقاء ربه وأخذ الألواح، وذهب إلى أخيه فوجد ما وجد، فأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال يا ابن أم لا تأخذ برأسي بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. ثم ذهب إلى موسى السامري. ماذا يا موسى؟ يعني صنعت ما لم يصنعه غيري، وعلى كل حال يعني هذا ما فعله موسى السامري. فموسى السامري لما فعل هذا الفعل دعا عليه سيدنا موسى عليه السلام، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وفي هذه القراءة لا مساسي، يعني لا لمس. ولذلك عاش بقية حياته يتأوه، إذا وضع يده على شيء يتأوه، إذا قام يتأوه، جلس يتأوه، وهكذا إلى أن مات. الناس سيدنا هو المسيح الدجال، عشان كده ربنا قال في بعض الناس بيقولوا المسيح الدجال هو موسى السامري، عشان كده ربنا قال بعدها على طول وإن لكم موعدا لن تخلفوا عمري. طيب ما هو موعدا يعني في الآخرة. يجي عليك وقت.
يعني ده يعتبر يعني تفسير. كل واحد فينا له موعد مع الله عز وجل. على كل حال هو سواء طلع في الدنيا أو في الآخرة فهو في النار. نعم. ولم يقع في التنزيل فعالي أمرا إلا في قراءة الحسن لا مساس بفتح الميم وكسر السين، نعم، وهو في دخول لا على اسم الفعل بمنزلة قولهم للعافر إذا دعوا عليه بأن لا ينتعش أي لا يرتفع. لا لعى أي لا يرتفع. لا لعى يعني هذا دعاء عليه، يعني لا يخرج مما هو فيه أبدا. نعم. وفي معاني القرآن العظيم للفراء ومن العربي من يقول لا مساسي، لا مساسي يعني به إلى مذهب دراكي ونزالي. وفي كتاب ليس لابن خالوي، وفي كتاب ليس لابن خالوي، إن خالوي له كتاب سماه كتاب ليس. يا سلام. لا مساسي مثل دراكي ونزالي. نعم. وهذا من غرائب اللغة. نعم. وحمله الزمخشري والجوهري على أنه من باب قطامي قطامي، وأنه معدول عن المصدر وهو المس. هذا يعني من عجائب اللغة أن اللفظة فيها الواحدة تحمل عدة معان ويختلف فيها أهل العلم. طب اقرأ كده ما قاله شيخنا. اسم الإشارة في قوله وهذا من غرائب اللغة. اسم الإشارة في قوله وهذا من غرائب اللغة يعود إلى ما ذكره عن الفراء وابن خالوي، ووجه غرابته أن لا النافية دخلت على اسم الفعل مع أن اسم الفعل في المشهور من الاستعمال العربي لا يجوز أن يدخل عليه عامل يؤثر فيه. اسم الفعل لا يدخل عليه عامل، وإنما هو يعمل في غيره، فغيره لا يعمل فيه. نعم. وذكر العلامة العقالي أن وجه غرابة هذا الذي نقله المؤلف عن الفراء وعن ابن خالوي أنهما جعلا لا النافية وما بعدها اسما واحدا، فزعم أنه ركب لا مع مساس، لا مع مساس، ثم أراد منه الإثبات مع أن الأصل في العربية أنها إذا دخلت على اسم صيرته منفيا، وها هنا صارت هي والاسم بمعنى الإثبات. ومن هنا نفهم أن البقالي رحمه الله تعالى يرى أن معنى قوله لا مساس أمسسني بخلاف المعنى على ما ذكرناه أولا، فإن المعنى عليه لا تمس، لا تمسسني، لا تمسسني، وهذا هو الموافق للقراءة المشهورة لا مساس. يا سلام. الكلمة الواحدة يختلف فيها أهل العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب، أن يجمعنا على أهل طاعته في كل حال ومقال يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا صادقا وبدنا على البلاء صابرا وفي الطاعة سائرا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم فهمنا أسرارك، ألبسنا ملابس أنوارك، وزب أيدينا إليك يا رب العالمين، لك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.